امثله كتير من اللي بيحصل كل يوم في البلد بتلف وتدور حوالين الفكره دي بين الفشل والمؤامره. خد مثلا عندك اللي حصل من في الكام يوم اللي فاتوا، فكر فيه وهنفكر فيه مع بعض هنا بصوت عالي. هتلاقي نفسك واقف عند النقطه دي، هتلاقي حاجات واضح جدا فيها ان ده فشل. زي ايه؟ زي اللي حصل في كنال السويس اللي هتشوفه معايا في الخبر ده. غرق قاطرة في قناة السويس بعد اصطدامها بناقلة. ناقلة ضخمة معدية في قناة السويس زي ما الحال على هو الحال بقاله أكتر من 150-170 سنة. ناقلات بتعدي القناة. بس الجديد بقى أن الناقلة دي وهي معدية خبطت فيها قاطرة من القاطرات الخاصة بالكنال. يعني كلام ولا في الأحلام. يعني احنا بنتكلم عن ممر ملاحي بقاله اهو عشرات السنين، اكتر من 170 سنة ولا 160 سنة، وبتحصل فيه الكارثة الساذجة دي. بالمناسبة النهاردة ذكرى افتتاح التفريعة الجديدة اللي اتصرف عليها شيء وشويات وقالوا لنا هتزود دخل القناة وهتنغنغ المصريين. هم اللي صوروا لنا الموضوع كده. فنقوم احنا نحتفل بالذكرى دي باصطدام يعني ساذج، قاطرة تدخل في ناقلة بضائع وكمان واحد يموت وستة يتصابوا في الحادثة زي ما الأخبار بتقولها. مش أنا، مش من عندي، القاهرة 24 بتاع الأمن الدولة هو بيقول لك وفاة شخص ونجات ستة، تفاصيل جديدة في واقعة غرق القاطرة فهد بقناة السويس. عندنا القناة اللي بيبقى فيها إيه؟ قاطرة وبيبقى فيها ونش وبيبقى فيها، بس إنها تصطدم ده جديد. يبدو ان الحادث تسبب في ارباك وقلق لدرجه ان اسامه ربيع رئيس الهيئه في المداخله اللي عملها مع احمد موسى مش مفرق بين اللي مات واللي ربنا نجاه. حتى احمد موسى نفسه مستغرب بيقول له طب المفقود ده يا سياده الفريق ايه اخباره، عايش ولا مات؟ فرد اسامه ربيع اللي هو رئيس هيئه الكنال قال له لا مات الحمد لله. فأحمد موسى قال له يا فندم الحمد لله على كل حال طبعا، لكن الكلام ما يبقاش كده، ما يبقاش وزير، يعني ما يبقاش الوزير او ما يبقاش المسؤول او ما يبقاش رئيس هيئه الكنال طلع يقول الحمد لله يا جماعه احنا عندنا واحد مات. الحمد لله دايما، والله الحمد لله دايما، بس لازم تستحضروا عقولكم يا جماعه. اهالي الناس دي موجوده، اهالي الناس بتتابعكم، أهالي عشرات الآلاف من العاملين في هيئة قناة السويس بيتفرجوا على رئيس الهيئة اللي بيحمد ربنا على إن فرد من أفراد الهيئة مات في تصادم ساذج ما بين قاطرة وناقلة عملاقة. هنقول ما شافهاش؟ مش عارف، احنا هرجع أقول ساعة القدر بيعمل بصر زي ما الناس بتقول، ولكن أحترم جلال الموت يا سيادة الفريق، يا سيادة الفريق احترم جلال الموت. في حد عاقل يا سيادة الفريق يطلع يقول الحمد لله مات؟ يعني انت لما تموت والناس تسأل تحب ان حد من اهلك، لان انت كبير العيلة في الهيئة، تحب ان حد يقول الحمد لله سيادة الفريق اسامة مات؟ مش منظر، مش منطق، مش حقي. كل الشخص اللي مات ده هو ثروة عيلته، هو كل حاجة بالنسبة لهم في الدنيا. فلما يلاقوا رئيس الهيئة بيتكلم عنه الحمد لله مات، هتقول زلة لسان. أحمد موسى أرجعك مرتين ثلاثة في الكلام وأنت حتى ما اعتذرتش، ولا أنتم بتعرفوش تعتذروا عن أي خطأ حتى لو كان الخطأ ده يخص أرواحنا وأعمارنا، ولا أنتوا مش شايفيننا أصلا وحياتنا مش فارقة؟ نموت عادي، ما احنا عارفين إن في 25% فاقد في الجيش لما تبقى بس في التدريب ولا حاجة. بس احنا يا فندم مش في التدريب، حضرتك انتقلت من الجيش الى ادارة مدنية اسمها هيئة قناة السويس، كان على رأسها ناس عظيمة، الهيئة دي رأسها ناس عظيمة، والهيئة دي تحديدا هيئة قناة السويس والممر الملاحي ده راح علشانه ارواح كتيرة. فلو سمحت بعد اذن حضرتك سيادة الفريق احترم ارواح الناس، احترم ان في واحد مات، ان في اسرة موجوعة، ان في اسرة كبيرة اسمها العاملين في هيئة الكنال بمقراتها الموجودة في إسماعيلية وبورسعيد والسويس، أنت أبوهم الكبير وأنت رئيسهم
وانت الكبير بتاعهم، فلازم تحترم اعمارهم وارواحهم. بالمناسبه من الناس القليله في مصر اللي بيتقال لها يا ريس بالفم المليان هو رئيس هيئه قناه السويس. حتى كان في زمان رئيس للهيئه عبد الناصر شاله، لان الموظفين في الهيئه كانوا بيقولوا له يا ريس. شفت بقى انت كبير ازاي في عين رجالتك، حافظ على المكانه دي سياده الفريق، وبلاش بلاش تتعامل مع ارواح الناس بخفه واستهتار. الموقف بتاع اسامه ربيع ده بيفكرني بوزير النقل. اظن لو حد كان مسؤول، كان حد مسؤول ايام مبارك عن ايام حادثه قطر الصعيد، لما قال الحمد لله مفيش اجانب وسط الضحايا. انت متخيل؟ وكان المصري عادي زي اللي حصل في سانت كاترين. كان في شباب فاكرين الحادثه دي، اتصلوا يا فندم احنا بنموت عايزين طياره تيجي تاخدنا، قالوا لهم فيكوا اجانب؟ قالوا لا، ما طلعوش طياره والشباب ماتوا. ليه؟ عشان احنا مصريين. وكانه موريجين دي يا اخي ست عبقريه كاتبه اختصرت المشهد في جمله، قالت على ابنها ايه؟ قتلوه كما لو كان مصريا. تعال نسمع من الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس. المركز لما اتفتحت حضرتك كانت فتحت داخل فيها ميه وغرقت، كان فيها سته من الطاقم الحمد لله، سبعه من الطاقم سته مفيش حاجه، فيهم واحد كان مفقود لغايه دلوقتي الحمد لله رجعت تاني في القطر يعني. طيب اللي مفقود ده كويس؟ في مشكله؟ لا توفى الحمد لله توفى. لا يا فندم. الو؟ عايش ولا على ولا توفى؟ لا توفى 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 بقى لله. تحت تحت في الماكينات المركب ما غرقت ما فيهاش تطلع باقيين كانوا طلعوا. البقاء لله سته الفريق الاول. المهم ان احنا طلعنا الجثه الحمد لله وحددنا مكان القطر، وان شاء الله الكونفوي كمان ساعتين بالظبط هيستمر. احمد موسى بيقول له مات، بيقول له توفى الحمد لله توفى، بيقول له لا يا سياده الفريق طب البقاء لا الحمد لله توفى. والراجل مصر مصر على الكلمه، مش عارف ان الراجل ده ممكن يبقى ليه اب وام واخوات وعيال وزوجه بيتفرجوا دلوقتي مستنيين كلمه. على فكره احنا شعب طيب، احنا شعب غلبان والله، وشعب عاطفي، والكلمه بتفرق معانا. لو قلت الله يرحمه وقدرنا نطلع الجثه، وعزائي الاهل وعزائي لاسرته وعزائي لكل ابناء الهيئه ولكل العاملين فيها، هتكبر في عينيهم. انما الباشا مش شايفك اصلا، الباشا شايفك عدد. الحمد لله مات، يلا اللي بعده. الكلام ده بفتري فيه على الراجل؟ انتوا سمعتوا منه، ده كلام اسامه ربيع، ده كلام الفريق رئيس هيئه قناه السويس. الصرح العظيم اللي بيقوله عن مين؟ عن موظف في الهيئه اللي هو رئيسها، وقبل ده كله هو مواطن مصري، وقبل ده كله هو انسان روح راحت للي خلقها. راعوا حرمات الاموات، راعوا الناس، راعوا الناس اللي ماتت واهاليهم الاحياء. كلهم بيموتوا بايه؟ بعد قدر ربنا، ولكن ده فشل مش اكتر من كده. خلينا نرجع لموضوعنا. طبعا الحادثه دي كبيره، تسببت في وقف الملاحه في ممر القناه. كل اللي جاي من جنوب القناه عطل، كل اللي جاي من السويس وقف، ولا نفعت بتاع جديده تفريعه جديده ولا تفريعه قديمه. الدنيا اتعطلت شويه في القناه، وده حادث واضح، وواضح انه بيقول لنا قد ايه في فشل. مفيش خلاف على ان في فشل، الا اذا هم حاولوا بقى يطلعوا النهارده يحولوا له مؤامره ويقول لك اصل اللي كان سايق القطره خلايا اخوانيه نائمه وهائمه، وطبعا الاخوان عايزين يعطلوا القناه ويشوهوا سمعه مصر والكلام الفاضي اللي احنا قرفنا نسمعه كل فشل يقوله الاخوان. بس ده فشل اداري وفشل كبير كمان، بيتزامن زي ما قلت لك مع ذكرى فشل اقتصادي اكبر، وهو افتتاح التفريعه الجديده اللي تروج ليها ترويج كبير جدا على انها انجاز واعجاز وهتعمل وتسوي. وتقريبا من ساعه ما خلصت وفي اخر سنتين ثلاثه بنسمع دايما عن حوادث كبيره بتحصل في المجرى الملاحي لكنال السويس. بنسمع عن حوادث كبيره في الكنال، جروح سفينه، استضاف سفينه بناقله، وحاجات غريبه ما كانتش بتحصل قبل كده. بتقعد تسمع عنها كانهم بيكلمونا عن الطريق الدائري مش عن ممر ملاحي عالمي شغال من عشرات السنين.